مشاهدين متابعين أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة النادي الأفريقي وضيفه الاتحاد المنستيري على منصة ديوان سبور. مرحبا بكم من جديد. قلنا إطار الجولة الرابعة إياب من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية هنا في ملعب حمادي العقربي برادس، مباراة كبيرة منتظرة بين الفريقين في سباق اللعب من أجل المراكز الأولى والبطولة الوطنية اللقب. اليوم الجماهير غفيرة العدد في المدرجات من جانب الأحباء الأحمر والأبيض، جماهير الأفريقية لتمني لنفس بانتصار ثمين برشا للفريق في سباق المشوار من أجل تتويج بلقب البطولة. الحكم السعودي خالد التريسي باش يعطي إشارة انطلاقة المباراة بعد قليل على صور أكيد الأجواء الجماهيرية في المدرجات. وبالفعل انطلاقة المباراة، الكرة للاتحاد المنستيري، الكرة تبقى للأفريقي، مقطوعة في وسط الميدان من جانب عثمان وترى، تعود للأفريقي حمدي العبيدي من الجهة اليسرى، أولى الكرات في دفاع الاتحاد المنستيري خطيرة، وسام بن يحيى مرفوعة الكرة ضاعت أولى الكرات في المباراة. سوء تفاهم بين سنانة وحمدي العبيدي والفرصة تضيع للنادي الأفريقي. يوسف سنانة على الصورة، الانطلاقة كانت من حمدي العبيدي، بن يحيى في التوزيع قبله في التحذير اسكندر العبيدي، هنا الكرة الأخيرة من سنانة خذها من أمام حمدي العبيدي وضاعت أولى الفرص في المباراة. هشام بكار تماس طويل في منطقة الجزاء، بوبكر تراوري تصويبة في منطقة الجزاء والكرة فوق المرمى. حمدي العبيدي رجع ليد الطاوس، الأفريقي يبقى محافظ على كرته في اللقطة الأخيرة. كرة توصل لزوير الذودي خطير لإسكندر العبيدي في منطقة الجزاء، يتصدى بشير بسعيد، أولى المحاولات الخطيرة على دفاع الاتحاد المنستيري، تصويبة من اسكندر العبيدي يتألق براد كانت من بشير بسعيد، كرة كانت في شي طريقة للمرمى، يتألق بشير بسعيد والركنية الأولى في المباراة للنادي الأفريقي. العبيدي لشهاب وسام بن يحيى، خرج الكرة، هجوم معاكس خطير الانفراد، خطير الانفراد، يتصدى بشير بسعيد، فرصة هدف محقق تضيع للنادي الافريقي، ما فماش التسلل، وجه لوجه يوسف سنانة ويتألق الحارس بشير بسعيد، الهجوم المعاكس يعود الاتحاد المنستيري، هيكل الشيخاوي الانطلاقة من الجهة اليمنى لمبكر تراوري، يقطع من دفاع الافريقي في مرة أولى ثم في مرة ثانية، التصويبة كما جات من مبكر تراوري، ننتظر الإعادة في انفراد يوسف سنانة، كنت خال الكرة تسلل على مهاجم الافريقي، بالفعل هذه الكرة يوسف سنانة ضيع الكرة وجها لوجه مع بشير بسعيد، تدخل دفاع الافريقي من شهاب العبيدي بالراس في مرة أولى، تبقى اتحادية من الجهة اليمنى ترفع لعبد القادر بوتيش، لكن قبل ذلك مقطوعة من شهاب العبيدي ثم تصويبة مباغتة كانت، ويتألق الحارس معز حسن، قوية كانت التصويبة المباغتة من جانب لاعب الاتحاد ومعز حسن متفطن على الصورة للتصويبة من مكان بعيد من جانب وائل بن عثمان. خفشة تبقى للاتحاد المنستيري، مقطوعة الكرة خطيرة للنادي الافريقي، زوير الذوادي يحاول يدخل منطقة الجزاء، يسقط مش المخالفة، التمريرة كانت قصيرة قبل ما توصل لزوير الثوادي، ثم الكرة من جديد الاتحاد المنستيري، يسقط عبد القادر بوتيش لعثمان وترى، يتجاوز شهاب العبيدي لكن مقطوعة من أحمد خليل، يعمل مراوغة خطيرة الكرة على دفاع الاتحاد المنستيري، أحمد خليل ايش يعمل بجانبه يوسف سنين، خير يدخل منطقة الجزاء، يصوب ويتألق الحارس من جديد، بشير بسعيد يخرج الكرة في الركنية،
خير الحل الفردي احمد خليل في اللقطه الاخيره، ما لقاش المسانده من زملائه، يدخل منطقه الجزاء. التصويبه كانت قويه لكن متفطن. بشير بن سعيد المره الثالثه في هذا الشوط الاول. زوير الثوادي، كرة توصل لإسكندر العبيدي من الجهة اليمنى، يوزع إسكندر العبيدي كرة على القائم في مرة أولى، ثم ضاعت الكرة على خط هجوم الأفريقي. مباغتة كانت من إسكندر العبيدي، توزيعة في شكل أو تصويبة في شكل توزيعة على الصورة. إسكندر العبيدي كادت تباغت الحارس بشير بسعيد، تضرب الكرة على القعارضة، ثم في مرة ثانية يستغل الشموق على الممتاز يوسف سنانة، تضيع الكرة، تقطع للأفريقي من جديد لتوفيق الشريفي. توفيق الشريفي لأحمد خليل، يوصل يهزم التاوسي من جديد، يستلم أحمد خليل، يبدل اتجاه اللعب كليا لزوير الثوادي من الجهة اليمنى. زوير الثوادي يرفع الكرة، ضاعت، يستلم الدفاع، يقطع في الوقت المناسب. في كل مرة على الدفاع الافريقي مبكر تراوري ورامي البدوي من امام حسام تقاء وهيكل الشيخاوي، يخرج الكرة في الركنية، هي الثانية في مباراة الاتحاد والأولى في هذا الشوط الثاني. مرفوعة الكرة من الشيخاوي في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، تصويبة بعيدة كانت خطيرة في منطقة الجزاء، والتصويبة من المحيرسي على ما يبدو حسام تقا. تظهر الإعادة، التحذير في مرولة من وائل بن عثمان، والتصويبة فوق المرمى. فذا المخالفة توصل لعلاء الدريدي لوائل بن عثمان، طويلة باتجاه دفاع الافريقي. رامي البدوي يضيع الكرة، البدوي خطيرة الكرة، خطيرة في دفاع الافريقي، يتدخل الدفاع في مرة أولى، ثم في مرة ثانية تبقى خطيرة، يتصدى في مرة أولى، والهدف الأول، الهدف الأول للاتحاد المونستيري، يتصدى معز حسن في مرة أولى، ثم تعود أمام عبد القادر بوتيش، يفتتح النتيجة للاتحاد المونستيري. هدف مباغت هفوة كانت من رامي البدوي في البداية على الصورة، كانت من رامي البدوي، ضيع الكرة، يستلمها لاعب الاتحاد، ثم تقطع في مرة ثانية، التصويبة ويستلمها الحارس في مرولة، يتصدى معز حسن، تعود أمام عبد القادر بوتيش. أولى الأهداف في المقابلة للاتحاد المونستيري، رقم 25 هو عبد القادر بوتيش صاحب الهدف، كان في الانطلاق في مرة أولى، التصويبة من الشيخاوي، يتصدى الحارس معز حسن في مرة أولى. الكرة للعزوني، يبدل اتجاه اللعب للجهة اليسرى اللي يوسف سنانة، يعمل مراوغة خطيرة، كرة في منطقة الجزاء، ايش يعمل سنانة، يوصل لحمدي العبيدي، وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الافريقي، حمدي العبيدي يعدل النتيجة للنادي الافريقي، هداف الفريق في المباريات الاخيرة، يلقى الحل حمدي العبيدي في الدقيقة 86 في المباراة، عندما يعجز الافريقي عن التهديف، هناك حمدي العبيدي حاضر ويعدل النتيجة. كرة كانت صعيبة على حمدي في منطقة الجزاء، التحذير، العمل كان كله ليوسف سنانة، يعمل مراوغة، يدخل منطقة الجزاء، يحذر لحمدي العبيدي وبطريقة مميزة. هنا الصورة، التحذير من يوسف سنانة، حمدي من أمام تاو كوكب من اللاعبين، خمسة ملعبية قدام من جانب الاتحاد، يحط الكرة في شباك الحارس، خمسة ملعبية أمامه إلى جانب أكيد بشير بن سعيد، يتبع الكرة وهدف التعادل قبل أربعة دقائق من نهاية المباراة، تصطدم في القائم، تدخل في شباك الحارس بشير بن سعيد، انطلاقة جديدة في المباراة للاتحاد. تبقى الكرة هيكل الشيخاوي، الشيخاوي يعود بالكرة للخلف، تعادل ممكن يخدم الاتحاد المونستيري أكثر من الإفريقي،
اللي يبقى في المركز الثاني لكن عنده زوز مقابلات قادمة صعيبة للأفريقي. تنقل لسوسة ثم دربي العاصمة أمام الترجي تحت ضيافة الترجي. الكرة تبقى الاتحادية هيكل الشيخاوي. كادي غالط حارس مرميه توفيق الشريفي في اللقطة الأخيرة والكرة في الركنية. يطول الكرة في منطقة الجزاء. التحذير بالراس تبقى لرامي البدوي. تدخل الدفاع من حسام تقا يبعد الخطر. تعود للأفريقي خطيرة من رامي البدوي. يتألق ممتاز البشير بسعيد يفسخ هدف ثاني محقق للأفريقي. أليون باي رأسية وبشير بسعيد في الوقت المناسب. تتواصل الكرة في مرة ثانية لرامي البدوي. دربك في دفاعات الاتحاد وفي مرة ثانية كرة في الركنية. ضغط رهيب من جانب الأفريقي في الدقائق الماضية. ضاعت فرصة خطيرة للأفريقي. أليون باي في مرة أولى وتألق الحارس البشير بن سعيد. وفي مرة ثانية التدخل الدفاعي كان حاسم. كان قريب الأفريقي من إضافة هدف ثاني. 5 دقائق في الوقت البديل. أعصاب مشدودة هنا في رادس. الكرة للأفريقي. إدم اللتاوس حاول يرفع الكرة بعد خروج الحارس البشير بسعيد. مرفوع الكرة في منطقة الجزاء. كرة تبقى للأفريقي في مرة أولى وفي مرة ثانية. ضاعت الكرة بطريقة غريبة. سوس ملعبية في منطقة الجزاء على خط ال 18 وننتظر الإعادة. كرة مرفوعة من إدم اللتاوس. الإبعاد في مرة أولى من وائل بن عثمان ثم العزوني يرفع وأحمد خليل بطريقة غريبة يذيع فرصة الهدف الثاني. هدف كان محقق صراحة. أحمد خليل في موقع مميز يضيع فرصة الهدف الثاني على الإفريقي. هذه الكرة اللي كانت من رامي البدوي أقبلها من أليون باي تمشي في الركنية. الركنية تجيب فرصة أخرى خطيرة للإفريقي. 3 فرص واضحة للإفريقي. تبقى للإفريقي. إدم اللتاوس التوزيع كما جات من لاريا العزوني. الهجوم المعاكس الاتحاد المونستيري. الفراغات موجودة. فرصة الثاني خطيرة للكرة خطيرة للاتحاد المونستيري. كان قريب من هدف الثاني. المساحات موجودة قبل صفيرة النهاية اللي تجي في هذه اللحظة. الحكم السعودي خالد التوريسي يعلن نهاية المباراة. التعادل 1-1 في مباراة مجنونة خاصة في الدقائق الأخيرة. الاتحاد افتتح النتيجة عن طريق عبد القادر بوتيش في 70 دقيقة والأفريقي عدل من حمدي العبيدي في 85 دقيقة. تعادل ما يخدمش لا الاتحاد ولا الأفريقي قبل 3 جولات من نهاية الموسم من نهاية البطولة.